كيفكم جايز؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله هيدي السنه تكون سنه خير على الجميع. ما رح اقول ينعاد عليكم لانه ما حدا بيتمنى انه ينعاد عليه السنه اللي قطعت. ان شاء الله هيدي السنه تحمل معها شويه امل، شويه بحبوحه، شويه خير للعالم، لانه عن جد الشعب اللبناني والشعب العربي عموما تعب بالسنه الماضيه. اليوم جايبكم معي تليفون من شركه ايتل، واللي ما بيعرف شركه ايتل هي شركه تابعه لشركه ترانشن، مثل تكنو، مثل انفينكس، بس هي متخصصه بالتليفونات السوبر اقتصادية. يعني اغلى تليفون ممكن تلاقوه بالسوق سعره $80، بس مش كل الناس بيناسبها تحمل تليفون هالقد رخيص. لهيك شركة ايتل مع اخر 2023 بداية 2024 نزلت تليفون S23 Plus، يلي بيجي ببريميوم فيلينج، بريميوم فيتشر، بس بنفس الوقت بعدها محافظة على سياسة الافوردبل برايسز يلي ما بيتجاوز سعره $160. مقابل $160 انت شو رح تحصل؟ هذا شي رح نتعرف عليه سوا انا وياكم. بس قبل ما بلش دايما بقلكم اللايك هو اللي بيساهم انه الفيديو ينتشر ويجيب فيوز، وتساعدوني اتليست يعني عم بقعد انا حضر للفيديو وصور وهيك وما بجيب فيوز ولا كرمالي. لايك سبسكرايب اول مرة عم تشوفوني، واذا كنتوا عم تشوفوني مرة واثنين وثلاثة مش عاملين سبسكرايب هون المصيبة. انا بلال رمضان، خلونا نبلش. بداية تليفون الايتل S23 Plus جاي بكومبينيشن، بتطلع فيه من ورا بتفكروا ايفون، بتطلع فيه من قدام بتفكروا سامسونج من سيري الاس. ليه؟ لانه من ورا جاي بالكاميرا بامب المعروفة للايفون، السيجنتشر تبعها اللي هن ثلاث كاميرات، وفعليا جاي كاميرتين رح نحكي عنهم بالتفصيل بعد شوي. ومن قدام جاي بشاشة كيرفد من نوع اموليد، وهذا الشيء دغري بياخذنا على شركة سامسونج اللي بتميز سيري الاس بهيدي الانواع من الشاشات. البادي اكيد كله مصنع من البلاستيك، بس بيعطيك احساس انه مصنع من الازاز، كمان فروست باك يعني ما بيبين عليه بصمات، وحتى مقاوم للخدوش. اما من قدام ففي عنا شاشة بقياس 6.78 انش من نوع الاموليد مثل ما قلت لكم، عم تيجي بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 60 هرتز. 60 هرتز هلا صرنا نستغرب بس نسمع 60 هرتز، بس صراحة بالنسبة للسعر اللي هو مثل ما قلت لكم بأول فيديو $160، 60 هرتز شاشة كتير مقبولة، خاصة للأشخاص اللي معوضين يستعملوا تليفونات اقتصادية يلي بعد أصلا ما وصلت لهم 90 هرتز وال 120 هرتز. الشاشة كألوان ككونتراست نعطيها بالنسبة للفئة السعرية اللي نازلة فيها 19/10. أصلا بهذه الفئة السعرية مستحيل تلاقوا بالسوق تليفون بشاشة كيرفد موديل جديد، لا ممكن تجيبوا تليفون مستعمل عمره 3-4 سنين لورا، اوبن بوكس يوزد شاشته كيرفد، بوقتها كان فلاكشيب او ميد رينج، بس تلاقوا تليفون جديد بشاشة كيرفد بسعر $160 مستحيل. فشاشة التليفون مقابل السعر اكثر من رائعة بكل النواحي. البرايتنس طبعا ماكسيموم 500 نتس، وهذا الشيء مور ذان انف بالنسبة للتليفون بسعر اقتصادي، تحت اشعة الشمس عم تقدر تشوفوا كل شيء بشكل جيد جدا. اكيد اندور الوضع اكيد بيكون احسن بكثير، اضافة لانه الشاشة محمية بطبقة من غوريلا جلاس 5، وهذا كمان نادر انه نشوفه بهالفئة السعرية. كل التليفونات بهالفئة السعرية بتجي بدون طبقة حماية، لا هذا التليفون جاي مع طبقة حماية من غوريلا جلاس 5. من ناحية البرفورمنس التليفون جاي بمعالج اليونيسوك تايجر تي 616، ما تنقذه معالج اليونيسوك تي او تايجر تي 616 هو اعلى معالج لشركة يونيسوك. معروف الشركة يونيسوك انه بتنزل على طول معالجات انتري ليفل ما بيعتمد عليها بشكل جدي، بس هذا المعالج قدر يتخطى بادائه معالج الهيليو جي 85. يعني بالنسبة للمهام اليومية التنقل بين التطبيقات ما في اي مشاكل، اضافة لانه بالالعاب عم بيقدم اداء فوق المتوسط بالنسبة للفئة السعرية اللي نازل فيه اكتر من رائع. يعني بالنهاية تليفون بفئة اقتصادية بدك تاخد اشياء بريميوم، بدك تضحي بالمقابل باشياء تانية. اكيد التليفون عم يجي مع 8 جيجا بايت رام، بيتوسعوا ليصيروا 16 جيجا بايت رام، عم يجي ب 256 جيجا بايت ميموري بس بدون مايكرو اس دي كارد سبورت. الكاميرات بالتليفون عم يجوا كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، شو بدكم بالكاميرا الثانية ما لها طعمة. من قدام في عنا كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل. الكاميرات الخلفية او الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل عم تقدم اداء جيد جدا بالنسبة للفئة السعرية، يمكن هي من افضل الكاميرات الموجودة بهذا السعر بالسوق، وخاصة إذا فعلتوا الـ HD مود والـ HDR رح تاخدوا نتائج كتير حلوة بالتصوير. بالليل رح بتلاقوا شوي أداء الكاميرا ضعف، أما كاميرا السيلفي فبتجي بدقة 32 ميجا بكسل وعن جد أداء أكتر من رائع، إضافة لأنه التليفون الكاميرا الأمامية والخلفية بيصور Full HD 1080
على 30 فريم بير سكند، وهذا الماكسيموم تبع البروسيسور، يعني البروسيسور ما حيتحمل اكثر من هيك. بطاريه التليفون تيجي بحجم 5000 ملي امب مع دعم الشحن السريع 18 واط. يعني هو من سنتين ثلاثة لورا كان فينا نتقبل كلمة شحن سريع 18 واط، بس صرنا بال 2024 ويجي تليفون ب 18 واط شارجر تبعه لا. والانكى من هيك انه منه انكلودد بقلب البوكس، على اساس انه هن عم بيبيعوا ايفون او عم بيبيعوا اس 23 من سامسونج، عم بيقلدوا الشركات الغالية باشياء ما لازم تتقلد. يعني تخيلوا انتو تشتروا تليفون ايتل ما في شارجر، طب زيدوا 5 دولار وحطونا على الشارجر، ما كله على بعضه ما بيطلع، ما بيكلف 5 دولار بالشركة اذا بدكم تحطوا شارجر 18 واط. التليفون بما انه جاي بشاشة اموليد كيرفد اكيد جاي ببصمة تحت الشاشة سوبر سريعة ما فيها اي مشاكل، ودغري بتتعرف على اصبعك، اضافة كمان للفيس اي دي عبر الكاميرا الامامية. بالنسبة للصوتيات التليفون بيدعم سبيكر من تحت جاية، صوت تبعه عالي واضح، ما في كتير ديستورشن لما تعلي على الاخر، بس منه اكيد بجودة التليفونات اللي بتجي ستيريو سبيكر. بالنهاية تليفون حقه 160 دولار من ايتل، عم يجي ببريميوم ديزاين، شاشة اكتر من رائعة، اداء للالعاب مقبول جدا وللمهام اليوميه ما عليه اي مشاكل، كاميرات جيده جدا بالنسبه للفئه السعريه. يعني صراحه بالنسبه لكثير اشخاص عبالها تحمل تليفون بشاشه اموليد كيرف سكرين بس مش قادر تدفع كثير مصاري، هيدا الخيار الامثل، لانه اقرب تليفون بالفئه السعريه عم يجي بشاشة كيرفد هو الانفينكس 034G اللي بيجي حقه دبل تقريبا، سعره 250 دولار، يعني عم توفر 100 دولار زيادة لتحمل تقريبا نفس الشاشة. اكيد البرايتنس بتختلف، معدل التحديث بيختلفوا، بس overall كاكسبيرينس كشاشة كتير مرتبة، هذا التليفون ما رح تقدر تحصله على هذه الميزات بالفئة السعرية اللي نازل فيها الا فيه. بنهاية هذا الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوا الريفيو، مثل العادة ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد انا عم اقدمه. تابعوني كمان على الفيسبوك بيج وعلى الانستغرام بيج. كان معكم ميلاد رمضان، بشوفكم الفيديو الجاي.